هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. فيكم أصدقائنا في برنامج الرابح مين؟ مع ديما ولين. في هذا البرنامج المميز فينا أنا ولين منسابق مع المشاهدين اللي معنا. طبعاً يا لين دائماً برنامجنا مميز باتصالاتهم صح يا لين؟ فلازم دائماً نذكر أرقام الاتصالات لحتى يتواصلوا معنا من السعودية 7000-7400-7400-7401 ومن باقي أنحاء العالم 00-88-162-277-4166 نكون ذكرنا أرقام الاتصالات وطبعاً نستنى اتصالاتهم لحتى شاركوا معنا في هاي المسابقة. طيب لين تحاول حابة تشرحين المسابقة؟ أوكي في عنا هلأ هون ثلاث سلات. في المتصل رح يختار سلة من السلات رح نطول الكرة ممكن يطلع عندك X O قوة الذاكرة أو عينك على الشاشة أو سؤال. فهيك يعني نقسم معنا مدخل معنا وطبعاً يعني إيش مربح معنا؟ لعبة من أبي. توي تريانجل طبعاً يعني ديبندات ساند لايف وبالمبت. احنا بآخر الحلقة رح نسحب ثلاث أسماء يعني رح يكون معنا ثلاث فائزين بآخر الحلقة رح نسحب أسماءهم رح نعلن أسماءهم رح يربحوا معنا بي ديبندات ساند لايف بالمبت. طيب يا لين حابة نحكي شوي عن هذا اللعب. نحكي عن بالمبت. بالمبت هي عبارة عن مخدة تقدروا تسكروها وتصير لعبة. يعني المخدة تكون طبعاً هي كتير ناعمة تقدروا تحطوها يعني مخدة تناموا عليها بعدين بس تصحوا تسكروها تصير زي لعبة. فبرضه هي يعني حلوة. لعبة كتير كتير حلوة. طيب يا لين ايش في كمان عنا؟ ديبندات. ديبندات هي زي آلة تصنع فيها الحلوة زي هي بيجي يعني زي آلة يعني تعمل فيها حلوة يعني هي بيكون فيها قوالب بتحطوا فيها وبتعملوا فيها اشياء كتير حلوة. ايش كمان بعد اتصال من ساند لايف؟ طيب معنا اتصال نحكي الو السلام عليكم مين معنا؟ مين؟ سارة؟ سارة؟ الو كيفك يا سارة؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ ايه سارة علينا صوتك عشان نسمعك تسمعين منيح. طيب يا سارة قناتي هون. الحمد لله. سارة اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. يا سارة قناتي نون احلى اوقاتي. احلى اوقاتي صح يا سارة. طيب يا سارة نقي معنا هلا سلة من السلات احمر لازرق ولزهري. احلى اوقات يا سارة اسمعيني التليفون ووطي صوت التلفزيون. أزرق نروح نجيب عنا كرة من السلة الزرقاء طلع عنا إكس أو. هنا نحن نشوف عنا إكس أو تبغي شوي إكس أو. طيب يا سارة هلا احكي لنا وين حابة تحطي أو مع مين حابة تلعبي؟ عادي بقول مع لين. شو يا سارة؟ مع لين. معلين يلا وين حابة تحطي؟ شو يا سارة يلا سارة خمسة. طيب يا لين هلا وين حابة تحطي؟ على ثلاثة. طيب سارة لين حطت على خمسة ودي انتي حطت على خمسة لين حطت على ثلاث هلا وين حابة تحطي؟ واحد. انا بدي احط على ستة. وهلا يا لين يلا يا سارة وين حابة تحطي؟ شو يا سارة؟ تسعة. ومبروك دخلتي معنا على السحب لحتى تربحي معنا لعبة من كروي خيام. طيب يا لين تقدر تشرحي لنا عن ساند لايف؟ ساند لايف هي زي عجينة عرمل
ما بتوسع. أنا ما أعرف إنه يعني بيجي معها العديد من الإكسسوارات. وكمان إنه أنتوا إنه يعني ما بتترك شفتفيت كتير على الأرض، إنه ما بتفرق ما أنت يعني أنت عم تلعب على الطاولة ما بتترك شفتفيت أو إشي على طول هيك ترجمها بعدها. طب هيدي تقدر تلعب فيها وتنبسط فيها. أها طيب معنا أنت صار يا لين نحكي. أنت احكي. ألو السلام عليكم، مين معنا؟ ألو السلام عليكم، مين معنا؟ ألو حفية معنا. حفية كيفك يا حفية؟ عليكم السلام. حفية اسمعينا من التليفون وأوطيك صوت التلفزيون. طيب يا حفية. ايوه اسمعكم من التليفون. حفية كيفك يا حفية؟ بخير. ما أعرف شالي. الحمد لله أنا كثير منيحة. حفية قناة نون أحلى أوقاتي. طيب يا حفية اختاري معي سلام سلات أحمر ولا أزرق ولا زهري؟ قطع الاتصال. اسف ما حفية نحكي لكل اللي عم تحاول يتصلوا. عم مثلا حفية اتصلت علينا زبط معها بس انقطع، ترجع تحاول تتصل معنا ماشي معها زبط الاتصال. واذا بتشعل في المسابقة وتدخل على استهد وتربح معنا بالالعاب اللي هم دفن داوس بيليفتس و سانزا لايف. سانزا لايف باخر حلقة رح نسحب ثلاث اسماء اللي هم رح يكونوا معنا. ايش فايزين؟ فايزين. فنهاية الحلقة طبعا برعاية حليب رونا جرو، وبنشكر رضا توي ترينجل على تقديمهم هاي الهدايا للفائزين اللي حيطلعوا معنا باخر حلقه. صح لين؟ طيب لين حابه تلعب اكس او بسرعه؟ يلا بعد الاتصال. طيب يلا ناخذ اتصال نحكي. الو السلام عليكم، مين معنا؟ عليكم السلام. مين؟ رشيد. رشيد محمد. كيفك يا رشيد؟ الحمد لله. رشيد علي صوتك عشان نسمعك تسمعنا منيح. طيب يا رشيد قناة نون أحلى أوقاتي. أحلى أوقاتي صح يا رشيد. طيب يا رشيد نايم مع سلم السلات أحمر الأزرق ولا زهري؟ نايم مع سلم السلات أحمر الأزرق ولا زهري؟ شو اللون الأحمر؟ اللون الأحمر. هيا نروح نشوف عنا من اللون الأحمر. اطلعكم ناخد قضي معلش ناخد كرة نشوف ايش رح يطلع معنا. طلع معنا سؤال يا رشيد، ركز معنا، معك بس 30 ثانية جاوب معنا سؤال رقم 2. ركز معنا، جاهز يا رشيد؟ لا جاهز يا رشيد. يا ما هو الطير الذي يقلد صوت الإنسان، الببغاء أم البومة؟ شو يا رشيد؟ الببغاء. الببغاء وجوابك صحيح. دخلت انا على السحب وان شاء الله تربح معنا بلعبه مقدمه من تو ترينجل يا رشيد. ببغاء بعيد من ورا صوتنا. عمرك سمعتي الببغاء بعيد من ورا يعني شيء؟ حقيقة. زمان 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 ما بتذكر وين كنا، كنا ببيت حدا اساسي من هو. فكان في ببغاء فانه طلعت برا قلت له هاي، فبيقول لي هاي. قال لي اخوتي ببغاء بحكي بحكي. بعدين بقول له كيف حالك؟ بقول لي كيف حالك؟ بقول له ما بحكي. يعني انبسطت، هو اشي كتير حلو يعني انه انا اللي خبت انه يعني الانيمالز احنا بنعرف الحيوانات ما بتحكي. انه اول ما شفت اول 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 مرة كان في حياتي بشوف ببغاء بحكي، رحت عنده بقول له هاي، بقول لي هاي بحكي. انا بعدين كملت كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما بحكي بحكي. يعني الببغاء جد هذا الاشي كتير حلو انه يعني حتى انه بقدر يطلع نفس صوتك، انه نفس صوتك بالضبط بقدر. حتى باغنية مايا مين حبيبة بابا اخر اشي صار يحكي مايا سعيدي جد؟ طيب حلو يعني هذا الاشي كتير حلو انه برضه يعني هو سمعها منكم واخذها منكم، فيعني هذا الاشي كتير حلو انه ببغاء بحكي معنا. اتصال يا لينو احكي له. الو السلام عليكم، مين معنا؟ وعليكم
السلام عليكم. مين معنا؟ عبد الله. عبد الله كيفك يا عبد الله؟ الحمد لله. عبد الله قرأت نون؟ أحلى أوقاتي. طيب يا عبد الله اختار معنا سلسلات، أحمر ولا أزرق ولا زهري؟ أزرق. أزرق. خلينا نشوف إيش هيطلع معنا. طلع معنا قوة الذاكرة. قوة الذاكرة يلا. يلا. يلا يا عبد الله. نقلب الأشكال. معك بس 5 ثواني تحفظهم. 1 2 3 4 5 حنرجع نلفهم. ماشي يلا هلأ بدك تحكي لنا الأرقام المتشابهين. يلا وين يا عبد الله؟ 5 و2 5 و2 صح. 3 و6 3 و6 صح. 1 و4 1 و4 ومبروك دخلت معنا على السحب لحتى تربح معنا هذه من تو تريانجل مثلث الألعاب. اها مبروك يا عبد الله. تعالي يا ديما يلا نلعب لعبة صغيرية. بلشتي انت يا زول. ماشي احط على 1. انا احط على على ما بعرف شو. ما حد فاز. طيب يلا فزت. انا فزت هيك هيك. طيب نرجع لين بس نرجع نذكر بالهدايا المقدمين من تو تريانجل اللي هم البيلوفات وديبن دوتس و ساند لايف. اها هذول راح يكونوا لثلاث فائزين باخر الحلقه مقدمين من تو تريانجل. طيب يا لين نرجع نذكر بارقام الاتصالات من السعوديه 7000 7400 7000 7401 ومن باقي انحاء العالم 00888 1 6 2 2 7 7 4 1 6 6. طيب انت يعني انت لعبتي بدل العاب تو تريانجل؟ اه. ايش لعبتي فيهم؟ لعبت باربي فوتبول وبيلوبيت. بيلوبيت انا عندي بيلوبيت وانت عندي كمان بيلوبيت. انا اشتريت باربي فوتبول كمان. جربتيها؟ اه انا ومايا امبارح لعبنا فيها. اه ايش عملتي؟ لعبنا زي صالون انه هواية بتيجي يعني كثير كثير انبسطنا عن جد وكانت حطينا فيها مي دافية انه مشان بلد بوريا كانت حطينا فيها مي دافية وقعدنا حطيت فيها صابون؟ حطينا فيها صابون ومي دافية شغلنا فيها هاي كبسة الاغاني فيها كمان البابلز شغلنا البابلز وهي يعني زي اغنية ريلاكسينج فانه ما يضغط قرقر قرقر اسكتي معلش خليني اتهدأ. اه اوكي اهدأ. اها بعدين هاي بعدو هاي الفوتبول هيك يعني انبسطتي وحطيت في حلو هيك في كان عندنا علب مناكير وعلب عطر. اه والله مناكير حلو حلو كثير عشان يعني انا شفت الاشي انه ما دام انه هم صغار يعني وسع بكل شيء ناكل صغار هيك. مش صح في وحده هيك زي علبه زي عطر؟ اه عبينا فيها كريم. اه شطوره. طيب خلينا ناخذ هذا الاتصال بعدين بنكمل مع اللعبه. ها طيب نحكي الو السلام عليكم مين معنا؟ معكم باسم السديد. مين؟ باسم. باسم كيفك يا باسم؟ خير. شو اخبارك يا باسم؟ الحمد لله. باسم قناة نون احلى اوقات. احلى اوقات صح يا باسم. طيب يا باسم نقي معنا سلسلات احمر ولا ازرق ولا زهري؟ احمر. احمر؟ نعم. نشوف ايش رح يطلع معك في كرة من السلة الحمراء. طلع معنا قوة الذاكرة. خلينا نروح نشوف قوة الذاكرة. يلا يا باسم احفظ معنا هدول الأشكال. معك بس 5 ثواني تحفظهم. هيا 1 1 2 3 4 5
هيا نرجع نقلبهم. هلا يا باسم احكي لنا وين الاشكال متشابهة ورا اي ارقام؟ ستة مع ثلاثة. ستة مع ثلاثة. اها طيب ايش في كمان؟ واحد اربعة. واحد واربعة صح. ايش ضل؟ خمسة خلص. يلا مبروك يا باسم انك دخلت معنا على السحب، وان شاء الله تربح معنا بلعبه مقدمه من توتشانجل مثلث الالعاب. طيب يا ريم كلمينا عن البايبي فيسبوك. بعدين كنا نلعب بارح وانبسطنا كثير 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 انبسطنا، وكانت كثير حلوه، وكمان مش في معها هاي التزينة نهديها. فمضلنا احنا كل مرة انه نشيلها ونرجع نحطها. طيب هلين معنا اتصال ومعنا خديجة. الو السلام عليكم، كيفك يا خديجة؟ لا الحمد لله. خديجة من وين عم تحكينا؟ من المغرب. اهلا وسهلا فيك وفي كل اهل المغرب. طيب يا خديجة قناة نون احلى اوقات. طيب يا خديجة اختاري معنا سلم السلات، احمر ولا ازرق ولا زهري؟ زهري. الزهري. خلينا نشوف شو حيطلع معنا في الكرة. طلع معنا قوة الذاكرة. قوة الذاكرة، خلينا نروح نشوف من قوة الذاكرة. طيب يا خديجة احفظي معنا هدول الأشكال، معاكي بس 5 ثواني تحفظيهم. 1 2 3 4 5 نرجع نقلبهم. طيب يا خديجة هلا احكي لنا وراء أي أرقام الأشكال المتشابهة؟ شو؟ ثلاثة ستة. صح. وين كمان؟ خمسة اثنين. ايش ضل؟ انا حاجب تأي. خمسة اثنين. ايش ضل؟ حطينا 5 و2 بس ايش ضل؟ واحد واربعة. مبروك دخلتي معنا على السحب، ان شاء الله تربح معنا بلعبة مقدمة من توتشانجل مثلث الالعاب. معنا كمان اتصال، يا لينا احكي له. انت احكي له. ماشي معنا اتصال نحكي له. السلام عليكم، مين معنا؟ ريم. كيفك يا ريم؟ طيبة. يا ريم وين عم تحكينا؟ بالرياض. من الرياض، اهلا وسهلا فيك يا ريم من الرياض وكل اهل الرياض. طيب يا ريم نايمة على سلم السلات، احمر ولا ازرق ولا زهري؟ احمر. احمر. نعم. كرة من السلة الحمراء، ايش رح يطلع لنا في هذه الكرة؟ طلع معنا سؤال. طيب يا ريم ركزي معنا، معاكي بس 30 ثانية جاوب معنا سؤال رقم 7. ركزي معنا يا ريم. السؤال بحكي ما هي آخر سورة في القرآن الكريم؟ الفلق أم الناس؟ الناس. جوابك صحيح، ادخلتي معنا على السحب، وإن شاء الله تربح معنا بلعبة مقدمة من توتشانجل مثلث الألعاب. ممكن تربح معنا بي ديفندوتس بالوبتس أور سانلوف. هذول 3 ألعاب رح يربح معنا فيهم 3 معنا مشتركين بهذا، واتصلوا علينا في هذا البرنامج وربحوا معنا، حيروحوا معنا 3 ألعاب رح نعلن اسمائهم لاخر الحلقة. معنا اتصال واحكي لالين. الو السلام عليكم، مين معنا؟ بشرى معنا. بشرى كيفك يا بشرى؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. بشرى قناة نون احلى اوقاتي. طيب يا بشرى اختاري معنا سلم السلات، احمر ولا ازرق ولا زهري؟ أحمر. خلينا نشوف الكرة.
ايش حيطلع معنا في هاي الكرة؟ اكس او. اكس او يلا. مع مين حابة تلعبي؟ مع دينا. مع لين؟ يا يا احكي لي وين حابة تحطي؟ واحد. وانا بدي احط على ثلاث. هلا وين حابة تحطي؟ وين؟ أربعة. خمسة. أنا بدي أحط على اثنين. هلا وين حابة تحطي؟ أربعة. 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 وأنا بدي أحط على ثمانية. تسعة. ستحط هي على تسعة. مبروك دخلتي معنا على السحب، إن شاء الله تربحي معنا بلعبة مقدمة من توتشانجل مثلث الألعاب سي بالين. يعني المهم إنك انبسطتي بهاي البابي فوتسبول. يس. ويعني بحس لي تنصح كل حدا يجيبها عشان تنمى سبا، يعني كلكم عن جد سبا، وبالبابلز بتحسي عن جد انه في بابل هيك تحت اجاكم. حلو يعني هو حلو الشيء، ويعني احلى شيء من كان تحتاجي تروحي على صالون ولا شيء خاص ببيتك، عندك كل شيء. حتى على ممكن انت حتى تقعدي على كرسي كثير اي كرسي جديد. طيب معنا اتصال ونحكي الو. السلام عليكم، مين معنا؟ غلا. غلا كيفك يا غلا؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ طيبه يا غلا. لقي معنا سلم المسلات احمر الازرق ولا زهري؟ الحمد لله. غلا سمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون عشان نسمعك تسمعيني منيح. طيب يا غلا لقي معنا الاحمر. طيب نشوف ايش حيطلع معنا في السله الحمراء. طلع معنا سؤال يا غلا، ركزي معنا، معاكي بس 30 ثانية. جاي معنا سؤال واحد يا غلا. معنا غلا اسمعيني من التليفون ووطي صوت التلفزيون. يلا، اين تقع مدينة بابل، العراق ام اليمن؟ اين تقع العراق؟ العراق. اليمن. اليمن. العراق ام اليمن؟ العراق. وجاوبك صحيح، دخلتي معنا على السحب وان شاء الله تربحي معنا بلعبه مقدمه من توي تريانجل. اها مثلث الالعاب ويعني العراق. اها طيب يا لين، زي ما كنت تحكي عن بابي فوتبول، انا كان عندي كمان السيلفي بوث. اشتريتيها؟ السيلفي بوث يعني احلى شيء فيها انها يعني على الكبسل، انه بدون ما تحطي مثلا تايمر او شيء. طبعا اتصل لين، احكي الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم، مين معنا؟ نور. لما. لما كيفك لما. يا لما لما الحمد لله طيبة. قناة نون. نعم لما قناة نون. ايه قناة نون. احلى اوقات. احلى اوقات. طيب يا لما اختاري معنا سلم السلات، احمر ولا ازرق ولا زهري؟ احلى اوقاتي. يا لما اسمعيني من التليفون ووطي صوت التلفزيون. طيب يا لما اختاري معنا سلم السلات، احمر ولا ازرق ولا زهري؟ احمر. شو حيطلع معنا؟ طلع معنا اكس او. يلا تعالي. طيب مع مين حابة تلعبي يا لما؟ شو يا لما؟ يلا يا لما. نعم. وين حابة تحطي؟ مع مين حابة تلعبي؟ ديما. يلا وين حابة تحطي؟ ديما. وين ديما؟
بس وين حابه تحطي؟ لين 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 لين. طب ما وين حابه تحطي؟ لين. يا لما اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون، احكي لنا على اي رقم حابه تحطي. واحد. واحد. وانا حطيت على ثلاث. طيب يا لما هلا وين حابه تحطي؟ انت حطيتها واحد، لين حطيت على ثلاث. واحد واحد. حطينا لك على واحد، لين حطيت على ثلاث، وانت هلا وين حابه تحطي؟ خمسه خمسه. خمسه. يلا. انا على اثنين، انت وين حابه تحطي؟ خمسه خمسه. طيب يا لما هلا وين حابه تحطي؟ حطينا لك خمسة. تسعة. تسعة ومبروك دخلتي معنا على السحب، وإن شاء الله تربحي معنا بلعبة مقدمة من تو تريانجل من ثلاث الألعاب. أتمنى لكم سيف بوث، لأن كانت في حيوك أول ما اشتريتها فكيت كل إشي، جبت طلعت السيلفي ستيت، طلعت كل الأشياء اللي نقدر نحطهم، خدنا سيلفي العائلة كاملة، كل العائلة عملنا سيلفي. طيب معنا اتصال ونحكي. السلام عليكم، مين معنا؟ مين معنا؟ نور. الو، معكم نور من الجزائر. كيفك يا نور؟ الحمد لله، كيفك انت؟ والله انا بخير يا نور. يا نور قناة نون؟ قناة نون احلى اوقاتي. احلى اوقاتي، صح يا نور. طيب يا نور، نائم معنا سلة من السلات، احمر ولا ازرق ولا زهري؟ زهري. الزهري. نروح نشوف ايش راح يطلع لك في هذه الكرة يا نور. طلع معنا سؤال رقم 4، ركزي معنا يا نور، معاكي بس 30 ثانية جاوبي معنا هذا السؤال. السؤال بحكي ما هي العملة المستخدمة في لبنان، الليرة أم الدرهم؟ الليرة. الليرة جوابك صحيح، دخلتي معنا على السحب، وان شاء الله تربحي معنا ب 200 ريال لعبه مقدمه من توي تريانجل مثلث الالعاب. اها طيب يا لين، هلا ليره يعني يستخدموا لبنان معناتهم. طيب يا لين، نرجع نحكي عن الجوائز، انه عندنا ثلاث جوائز باخر الحلقه، ثلاث فائزين، فيعني تكونوا دخلوا معنا على السحب رح يربحوا معنا ثلاث جوائز اللي هم يا لين دبندات أكيهم أني فلوفات وديفرندات وساند لايف. طيب يا لين تحكي لنا شوي عن الفلوفات كمان مرة عشان الناس. فلوفات هي مخدة ولعبة بتقدروا أنتوا بس إنه تيجوا هيها على الشاشة. هيا اللي بالنص بين ساند لايف وديفرندات، بتقدروا إنه تفتحوها وتنام عليها، بعدين بس تصحوا بتسكروها وبتحطوها على ودبندوس. بتعملوا فيها، بتقدروا تعملوا فيها حلويات. نحكي عن الساند لايف بعد الأذان، نروح لفاصل أذان المغرب. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حيا للفلاح، حيا للفلاح. الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. الرابح مين؟ معدي مغلين. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. بإمكانك الاستماع وتحميل أحدث أغاني نجوم قناة نون. أحلى أوقات العمر سوا بنقضيها، رفيقتي مثل الزهر سنين تحليها. أحلى مين حبيبة بابا؟ من أمورة بابا؟ كتبات القديم اشتقت لأوراقي، كلماتي وحروفي مع اتصل على الأرقام التالية: